السلام عليكم، بنرحب فيكم الآن في السمارت جريد، وبنتكلم الحين على الجزء الأخير اللي هو بيتكلم على السايبر سيكوريتي ان اي مي اي ام اس بشكل عام. ايش هي اللي بنتكلم عنه؟ في عندي السايبر تريت في اون ذا فيلد ليفل وفي اون ذا ستيشن ليفل. في اون ذا فيلد ليفل، ان اوثورايز اكسس تو انفورميشن ساتش از كاستمر behavior tracking through smart meter for us. يعني لو واحد بيشوف كيف العدادات تبعت المنطقة هاي أو شخص معين إيش قراءات العداد تبعه، ممكن برضو يغير، يعني يخترق العدادات ليغير في القراءات بغرض السرقة. برضو ممكن لا يعني سواء في المناطق اللي فيها الدنيا مفتوحة، يعني دي ريجوليشن، انه حدا من الناس اللي بتبيع يعطي معلومات خاطئة او يوقع عقود خاطئة او عقود مزيفة، يعني مع عن الماركت في هذا المجال. يعني هذه الناس اللي بدها تنصب يعني بدك توقفها، والناس اللي بتسرق بدك توقفها، والناس اللي مش لازمة تشوف حاجة بدك توقفها. هدول الاتاكس اللي بتيجي على on the field level. on the station level حد ممكن يعني يدخل عبر جهاز، وايش يسوي؟ ويفتح السويتشز او البروتوكول اللي عندي تكون مش سكيور. الانتروجن ممكن يحصل عبر الوان باستخدام في بي ان اللي هي فيرتشوال بروتوكول نتورك، وهذه صعبه انت تعملها تراكنج. وهذه بتحصل من اكسس برضو فروم ا كوربريت لان، ممكن تكون لو حد موظف من الشركه مش عاجبه شيء ممكن يدخل في هذا. Wrong configuration or bad code can be embedded in اللي هي الانتليجنت الكترونيك ديفايسز، وهذه ممكن تاخذ وقت يعني طويل لتشتغل. هاي بتبدا تجمع قراءات، وفي وقت محدد لما تتعرف على السيستم والكونفيجريشن تبع السيستم والديتا المطلوبه، بعد هيك ممكن تشتغل اوتوماتيكلي وتوقف السيستم. الان النوع الثالث اللي بنتكلم عنه بنتكلم على الكنترول روم ليفل، وهذا الاتاك could even happen at الكنترول روم ليفل although it is of course highly secured place. يعني هذا المكان في كل الامن احتياطات الامنية محطوطة، بس ممكن برضو يتم اختراقه في الموجود هنا. وهذا الاختراق في هذا الماجنيتود عادة في هذا المكان عادة بيكون كاسترافيك، يعني شديد الخطورة في هذا المجال. الان الاتاكر ايش ممكن يعمل؟ ممكن يكون دولة، ممكن يكون منظمات ارهابية، ممكن يكون موظف مش عاجبه الدنيا وين ماشية، ممكن يكون حدا بس قاعد بلعب بده يشوف ايش بيقدر يعمل. وهذا عادة زي ما حكينا مالوير او فيروسز يبعتها ويشوف كيف السيستم كيف ممكن يخترق السيستم الموجود. فاحنا بنتكلم على ستيت بلاير، بنتكلم كريمنال اورجانيزيشن، بنتكلم مالوير يعني في مشاكل في السوفت وير، سكريبت كيديز، فيروسز، ديسابوينتمنت انسايدر، كل هدول بدخلوا بيعملوا له تريت فيها. يعني يمكن مثال على اللي بيحصل، يعني عادة after a black out many affect area affected area بدهم ممكن تاخذها ايام او اسابيع لترجع. هاي طبعا هذه بتمثل خسارات كثيرة في القطاعات المختلفة، وممكن تمثل زي ما شفنا يعني مشاكل بيئية ومشاكل اجتماعية، زي ما شفنا في زي ما حصل مع النورث ويست، وزي ما حصل في تكساس. يمكن عدد الوفيات كانت من جراء اللي حصل تقريبا فوق 50 حالة وفاة، وعلاوة على الكاستمرز ما كانوش مبسوطين في هذا المجال. يعني يمكن لما نتكلم على الفيرست نون سايبر اتاك اون ذا جريد، هذه حصلت في 2015 في 23 ديسمبر، هذا في اوكرانيا، واللي استخدموه المولوير كان بلاك انرجي هاي، والفيرموير اللي استخدم كيل ديسك كومبوننت انفكتد 3 ريجنال نتورك اوبريتورز ان
اليوكرين، وهذا ايش سوت؟ عملت ديسكونكشن للسب ستيشن وعملت بلاك اوت في المنطقه. الان هذه من اكثر الشغلات اللي حصلت وكان مردودها يعني يمكن طويل، لانه هذه الموست باورفول كابابيلتي ديورينج ذيس ايفنت از ذات ذا اتاكر كان اكشولي هاف ا لونج تيرم ريكونسنس اوف ذا سيستم، يعني بيقدر يضله لابد ويراقب السيستم لفتره طويله. وهذه يعني اللي حاطه السباي وير هذا بيبقى حاطه في السيستم، بقعد فترة طويلة يمكن أشهر وأحيانا سنوات لحد ما يصير له معرفة كافية لكيف بده يهاجم السيستم. الآن البلاك انرجي مالوير هذا is divided is delivered via spear phishing emails to IT staff at the system administration، يعني بعت بريد والبريد هذا فيه المالوير الموجود عندي، وهذا using VPN credential. ايش حصل عندي؟ they can access internal network and they can also deny service calls to report outages اللي عندي. يعني حتى لو انت اكتشفت حاجة وبدك تعملها بيعطيكاش الامكانية انك تبعت وتقول هاي في مشكلة عندي، يعني هذا بيبقى مسكر عليك كل الطرق في هذا المجال. والكنترول سنتر which is far away from the substation does not know what is happening in the remote substation، يعني مش عارف ايش اللي بيحصل. الكل ديسك had a component of the attack erased some master boot records at the substation which delayed the restoration effort، يعني هذا ايش بيسوي؟ بيكون زي ما الفيروس عندي بيمحى ملفات اساس من الماستر بوت ريكورد عشان ما تقدرش تعمل ريستوريشن للسيستم. الان الاتاكر كان هايجاك ذا سكادا نتورك، يعني بيقدر يستولي على يختطف شبكه السكادا واللي هي بطيئه يعني في العاده، وهذا بتاخذ وقت برضه لتستور في ريستور هذا الشيء. السب ستيشن بريكر كان بي ريموتلي بروكن باي ذا اتاكر اند سينس ذا كنترول سنتر از نوت ريسيفينج ريبورت اوف اوتج دي كانت دو اني ثينج اباوت ات، بيبل كان بي ليفت فور اورز ان كومبليت بلاك اوت. طبعا هذا اعتباره حرب. الان من الشغلات المهمه في هذا اللي بنطلع عليهم في السيستم، بنتكلم على ثلاث شغلات اللي هي confidentiality integrity and availability، بيسموها CIA. الconfidentiality ايش بنتكلم فيها؟ ممكن يحصل بنسميها الايفز دروبينج والباكت سنيفينج، يعني الايفز التصنت والايش ومعرفة محتويات الباكت، يعني الخصوصية هاي بطلت موجودة. الان انتجريتي بنتكلم على الفولس داتا انجكشن والزيرو دايناميك اتاك في هذا، هو بدخل يعني الانتجريتي تبعت الداتا بتسوي مشاكل. والافيلابيليتي انك انت مش موجود عندك الداتا اللي بدك اياها. الان اتاك كان هابن انيوير ان ذا جريد، سواء في الجنريشن ليفل ترانسميشن ليفل او الديستريبيوشن او في شقه الايش الزبون بشكل عام. لو حصل اتاك عند سكادا وذ فولس داتا انجكشن من تو ديسترب ذا ستيت استيميشن بروسيس، الان الستيت استيميشن بلزمها داتا من الشبكه. لو انا هذه الداتا دخلت بيانات خاطئه الاستيميشن هذا حيبقى ايش؟ في مشكله. الان الستيت استيميشن بتعتمد على ايش هي؟ بتعتمد على الستيتس الموجوده الداتا افيلابيلتي والايش الانتجريتي اللي عندي في هذا المجال. فهذول الثلاث شغلات اللي احنا ضروري نحافظ عليهم اللي هي keep the data available, keep integrity of the data and keep confidentiality of the data. الconfidentiality والintegrity والavailability زي ما حكينا بنسميها. الconfidentiality بنسميها اللي هي لها دخل بالprivacy measure الايش design to prevent sensitive information from reaching the wrong
ديفايسز اور بيبل، يعني المعلومات الخصوصيه هي اللي بنتكلم فيها، فالشيء الخاص بشخص بدون شيرنج لاي حاجه. طبعا الاتاك بيجي الايفز دروبينج اتاك والباكت سنيفنج اللي بيجي فيها، يعني بيجي بيفتح الباكت وبشوف ايش فيها او بتصنت على يعني تجسس عليها. الان الانتجريتي از مينتينينج ذا كونسيستنسي اكوريسي اند تراستورثنس اوف داتا اوفر ذا انتاير لايف سايكل، والانتجريتي اتاك اتاكس such as false data injection attack اللي بنسميه، والزيرو دايناميك اتاك اللي عندي يعني بيعطيك الدايناميك تبعت الهاي بيعطينا ايش اصفار انه مش موجود شيء. والافيلابيليتي اتاكس ذا انفورميشن ان افيلابل ان اني انفورميشن سيستم دي كان بي دينايد سيرفيس اتاك اللي هي عندي دينايل اوف سيرفيس يعني بيحجب عنك الخدمة، او ديستريبيوتد اللي عندي denial of service or also called DDDoS بشكل عام. الان ال cost of fiber attack financial و social. SCADA system is made up of substation where we have sub sensors وزي ما شفنا transformers voltage transformers and so on. و substation في عندي actuators wire to PLCs والسنسرز كولكت ميجرمنت دايركتلي كونكتد تو اللي عندي ايش الار تي يو، وهذه ايش بيحصل عندي في يعني بشكل عام السب ستيشن ار سلولي جيتينج ديجيتايز ات ذا كنترول سيستم سنتر عندي السكادا سيرفرز اند ديفرنت سوفت وير انرجي مانجمنت سيستم ديماند مانجر سيستم وهيومن ماشين انترفيس هذه السكادا. الآن البروتوكول ان يوز ايدر يا بكون عندي دي ان بي 3 او اي اي سي 61850، والانترودرز كان ابير انوير ان ذا سيستم اند لوتس اوف باسجز اكزيست ان ذا نتورك تو اتاك، يعني الشبكه فيها يعني مناطق كثير ممكن الهجوم من عبرها. السايبر اتاك عادة يعني have dramatic physical impact on the network، عادة بيؤدي إلى نتائج مالية وخسائر كبيرة يعني في هذا المجال، والمجتمع برضو بفقد الثقة فيه في فيها في فقد الثقة في هذا البروفايدر. الآن الفاينانشال كوست ممكن تكون مليون اوف يوروز ودولارز لا ساعة واحدة، فتصور انت لما تتكلم على ايام او ساعات في هذا المكان. ممكن في المجتمع تعرض السلامة تبعت المجتمع وسلامة المؤسسات لخطر كبير خلال البلاك اوت الموجودة. يعني بعبارة تانية احنا تكلمنا اليوم على كيف يعني انه انظمة الاتصال والتواصل مهمة جدا. الآن لا أعمل أي تحكم في أنظمة الطاقة بلزمني أو في أنظمة الطاقة الذكية بلزمني شبكة اتصالات مهمة، بلزمني بروتوكولز لهذه الاتصالات، بلزمني القياسات هذه تصل في الوقت المحدد بدون أي ديلي، بلزم هذا هذا السيستم يكون سكيور وآمن، بلزم السيستم إنه الديتا الموجودة يحافظ على الخصوصية في هذا المجال، وبلزم انه يكون برضو عنده القدرة يكون محمي من الهجمات سواء الداخلية او الخارجية او للعابثين بشكل عام. ويعطيكم العافية، وان شاء الله بنشوفكم الاسبوع الجاي في الباور سيستم موديلينج. يعطيكم العافية.